السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على سخونة الإجناب بتاع التلاجة، وكمان لو حطينا إيدينا على الظهر هنلاقيها سخنة أكتر. إيه سبب السخونة ديت وهل فيها أضرار ولا لأ؟ السخونة دي سببها إن في بيكون كان الموديلات القديمة بيكون في شبكة في ظهر التلاجة، وده بيكون في أي تلاجة أو ديب فريزر بيكون في شبكة. الشبكة دي فايدتها أو الدور بتاعها في التلاجة أو الديب فريزر إن هي بتخرج من الفريون يمر فيها في من الماتور، يمر فيها لحد ما يوصل للمباخر او يوصل للفريزر هنا عشان يعمل تبريد. لازم قبل ما يدخل للمباخر يبرد وبيعدي على الشبكه دي. الشبكه دي بيمر فيها الفريون، ومع المرور والهواء الخارجي بيكون فيه يبرد شويه، لان هو طبعا الفريون في بدايه خروجه بيكون سخن بسبب الماتور، سخن بسبب التشغيل. طيب السخونة ديت ده الموديلات الجديدة طبعا لغوا الشبكة او نص الشبكة على حسب التلاجة او الفريزر، وخلوا الشبكة او المكثف او المواسير اللي بتكون سودا ديت على الجناب هنا وفي الظهر، يعني في صاج هنا او الجزء المعدن البودي بتاع التلاجة بيكون وراه على طول المكثف او الشبكة دي. الشبكة دي هو ده سبب السخونة. طب ليه عملوها كده وليه السخونة ديت بتكون موجودة؟ ده علشان يحافظ على التلاجة من الصدى، هيكون فايدته من الصدى كويس طول ما في سخونة ما يكونش فيه صدى. ادي اول سبب. تاني سبب بيكون الجوان بتاع الباب الفريزر دوت لما يكون فيه سخونة بيبقى طري على طول، ما ينشفش ويقفل كويس، وكمان يبقى المغناطيس بتاعه شغال كويس ويلزق معانا بسبب السخونه المستمره. طبعا لو الثلاجات التانيه اللي بيكون فيها الشبكه ورا السخونه بتبقى ورا، ما بنكونش واخدين بالنا منها، والجوان ده كان بينشف في الاول. طيب السخونه دي لو زاد عن اللزوم او انت ما كنتش ملاحظها بعد كده ولاحظتها، طبعا انت ما بتلاحظهاش في الشتاء بيكون الجو برد وتكون دافيه بسيط، لكن في الحر بنلاقيها سخنه جامد. لو سخنه زياده عن اللزوم ده بيبقى انذار ليك او الثلاجه بيكون مكان غير جيد للتهويه، والتهويه مهمه جدا علشان الفريون لازم يبرد لما يمر في المواسير دي. كمان نلاحظ ان في سخونه في بعض الاماكن، ولما ننزل تحت السخونه بتقل. لازم يكون في تهويه كويسه، هنلاقي السخونه قلت، وكل ما السخونه دي بتقل معانا التبريد بيكون كويس. يعني لما تكون دافيه او سخنه بسيط بيكون التبريد كويس، لما نلاقي الجناب سخنه زياده عن اللزوم التبريد هيضعف معانا، ودي حاجه مهمه. فلو لقيناها سخنه زياده عن اللزوم لازم يكون في تهويه للثلاجه علشان نحافظ على الثلاجه ونحافظ على التبريد بتاعها. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك أو استفسارك في التعليق.